لكن شاء القدر انه يمنح هذا الجيل من المحامين في خلال السنوات العشر الماضية أن يتم على أيديهم وبإرادتهم ميلاد الجمهورية الثانية للمحاماة. أيوة، أقول ذلك بصدق. ما حدث من تحول تشريعي في تاريخ نقابة المحامين يعادل ما تم من إرساء تشريعي لنشأة نقابة المحامين. ما حدث من قرارات للجمعية العمومية ومجالس النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة من ثبات في قضاياه الجوهرية ومن قوة، ده ميلاد جديد لنقابة المحامين وعزة جديدة لنقابة المحامين ما أنشأهاش شيوخ لوحدهم ولا الشباب لوحدهم. ولما سمعت جملة إنه الشباب إن الشيوخ قادة والشباب نقطة أنا زعلت. لا لا، المحامين شبانا وشيوخا، قادة وفرسان ومن عاقل الأمة وعقلائها وحكمائها وبنائها. كل محامي فيكم كان من وجهة نظري نقيب، شارك في بناء المرحلة الجديدة من نقابة المحامين. اللي تحملونا واللي شاركونا واللي قاتلوا من أجل تنقية الجداول فرسان، فرسان وقادة اللي قاوموا التعليم المفتوح وحملة الدبلومات، اللي كانوا عايزين يحتلوا نقابة المحامين. فرسان وقادة هم دول اللي دفعوا عن نقابة المحامين، مش سامح عاشور اللي دفع وحده عن نقابة المحامين، كل المحامين دفعت عن نقابة المحامين. الناس فاهمة غلط، فاهم ان الموضوع شخصي، مش شخصي، ده كان نداء. احنا كلنا كنا بنتنادى عن تنقية الجداول، مفيش انتخابات بتعدي ما فيهاش فين تنقية الجداول. لما جينا ندخل نقتحم المعركة سندنا فرسان المحاماة ورجال المحاماة شبابا وشيوخا نساء ورجالا كانوا قادة في الدفاع عن نقابة المحامين. لما نقيب المحامين يقدم للمحاكمة بحكم جائر لعدم تنفيذ حكم جائر بقبول حملة الدبلومات في نقابة المحامين، اللي أنصف نقيب المحامين للمحامين واللي دافع عن نقيب المحامين للمحامين، وكانت قوة نقيب المحامين مش بس في الآلاف اللي حضرت الجلسة، وإنما في عشرات الآلاف اللي كانت واقفة على طراطيف صوابعها بتتابع الجلسة على الهواء وبتتابع نتائجها. كان إحساس المحامين في هذا الانتصار إحساس شخصي. أنا شفت شيوخ جاية من أسوان ومن الأقصر ومن هنا ومن مطروح ما شافونيش قبل كده ولا التقوني قبل كده ولا يعرفوني على المستوى الشخصي. قالوا احنا سيبنا شغلنا وسيبنا حالنا علشان بندافع عن بلدنا، بندافع عن وطننا، لان المحاماه بلدنا ووطننا. احنا كنا بندافع عن هذا الوطن وانتصرنا في معركه تحرير الوطن من الذين ارادوا ان يحتلوها وارادوا ان يغتصبوا مواردها.